السلام ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. الترجي الرياضي التونسي، تغييرات منتظرة في مواجهة سان داونز. مع اقتراب الموعد الحاسم اللي ينتظروا عشاق الأحمر والأصفر بمسابقة الذهاب الدور نصف النهائي لربيت الأبطال يوم السبت المقبل انطلاقا من 8 ليلا بملعب حمادي العقربي برادس، دخل الترجي الرياضي التونسي منذ أمس في تربص داخلي بنزل الحديقة، الغاية منه طبعا توفير كل الظروف الملائمة للاعبين حتى يستبسطوا في الدفاع على حظوظهم وتحقيق نتيجة مطمئنة يوم السبت المقبل قبل التحول إلى بريتوريا وحسم ورقة العبور للعرس الإفريقي. وقد تدرب زملاء غيلان الشعلالي صباحا أمس بمركب حسين بالخوشة على أن تتواصل اليوم التدريبات في نفس التوقيت دون حضور الجمهور بطلب من المدرب البرتغالي ميغيل كارتوزو اللي سيخصص حصة التمارين لاختبار اللاعبين ومزيد الوقوف على مدى جاهزيتهم، وستساعده بطبيعة الحال على تحديد التركيب المثالية التي سيعول عليها وكذلك الرسم التكتيكي اللي سيبدأ به اللقاء أمام ميلودي سان داونز. قد استأنف البرازيليان ساسا التمارين مع زملائه منذ أول أمس وتدرب بصفة عادية بعد أن تخلف عن مباراة الجولة الفارطة ضد الاتحاد المنستيري، وبالتالي سيكون في الموعد يوم السبت المقبل بما أنه يعتبر من الركائز الأساسية لفريق باب السويقة، خاصة وأن المدرب كاردوزو مطالب بإعطاء نفس جديد لوسط الميدان اللي تأثر هجوميا وفقد التناغم المعهود أمام الاتحاد المنستيري. في انتظار ما ستحمله حصة التمارين اليوم التي ستخصص للقاء تطبيقي، فأنا متأكد لدينا المدرب ميغيل كاردوزو سيحافظ على تركيبة خط الدفاع المتمثلة في تواجد محمد بن علي على الجهة اليمنى ومحمد أمين بن محمود من الجهة اليسرى ومحمد أمين توغاي وياسين مريح في المحور، فيما انتظروا أنه يحدث بعض التغييرات في تركيبة وسط الميدان في ظل توفر الحلول في جل المراكز من ناحية وتقارب مستوى بين اللاعبين. لكن يبقى الأهم حسن التعامل مع الرصيد البشري في مباراة مهمة وأمام منافس شرس تستوجب من الترجيين كثير من التركيز وعدم إهدار الفرص التي ستتاح لهم مع الإبقاء على نظافة شباك الحرس المتميز أمين الله ميميش. حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الجمعة 26 أبريل الجاري موعد الإياب لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بملعب لوفتوز فيرسفيلد ببروتوريا انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر.